شرحنا المحاضرة الفيديو قبلا شنو هو النيوتن فورورد انتربوليشن فورمولا، يا هي مثل ما قلنا هي هذه الصيغة، وشنو قيمة اليو شلون اوجدها، وقيمة الأس اللي مرفوعة إلى شنو هو معناه، وقلنا منين اوجد الفيرست ديفرنس، الفين الديفرنس منين اوجده حسب الاوردرز من التابلز. اجي القانون الاخر اللي هو نيوتنز باكورد انتربوليشن فورمولا، واللي قلنا حتتغير صيغته بهذا الشكل. ابدي بالواي ان، الاحظ هنا انا يبدي بالواي نوت، هنا انا ابدي بالواي ان، اخذ اخر قيمه. اوكي، حتكون قانونه بهذه الصيغه هو نفس قانون الفورورد، لكن بدل اليو عندي هنا الفي. اوكي، بدل الفورورد علامه الفورورد عندي علامه الباكورد، وابدي نفس القانون ايضا ينتهي الى اخر قيمه هو اس الان. سوري هنا انا غلطانه، اضيفون هذه الطلاب تعدلوها اس ان، وهنا انا اس ان ايضا تصير كل قيمه على على الياوس على الفكتوريال، مقسومه على الفكتوريال لنفس قيمه الاس. اجي هنا انا اشوف قيمه الفي هي شنو هي، احنا كانت عندنا بالفورورد يو، وقلنا اليو هي قيمه الاكس اللي دا يريدها ناقصا اول قيمه اكس موجوده بالجدول على الاتش اللي هو قيمه الانترفال، واوجدها من اي قيمه اكس انقصها من القيمه السابقه لها حتى اوجد قيمه الاتش. واحنا قلنا احنا بعدنا بحاله الايكوال انترفالز، يعني كل قيم اتش متساويه. اوكي، هنا انا عندي الفي منين اوجدها، من قيمه الاكس اللي منطيني اياها ناقصا اخر قيمه اكس موجوده بالجدول. مثلا هنا انا اشوف يا قيمه اكس اخر قيمه اكس موجوده بالجدول هي مثلا اكس 6. اوكي، انقص اذا اكس ناقصا اكس 6 على الاتش اللي هي نفس الطريقه نوجدها مثل ما موجوده بالفورورد. اوكي، هنا اذا اكس ناقصا اكس ان، مو اكس نوت، اكس ان بالنسبه للفي. ايضا ارجع مفكوك الفي الاس شنو اوجده، اذا قال اس ان فمعناها باليو كنا نقول يو ناقصا واحد، هنا أنا لا، في زائدا واحد، اذا تتحول اشاره من ناقص الى زائد، ابدي اضيف للفي ومفكوكه مثل ما شرحنا لليو. اذا قلنا اريد اني قيمه الفي اس مثلا 3، فايش راح اساوي لي قيمتها؟ حساوي لي في في الفي زائدا واحد في شنو؟ في في زائدا 2. اوكي، واتوقف لحد الان ناقصا 1، يعني هنا انا عندي الان ايش قد 3، فاتوقف للان ناقص 1 يعني للاثنين واتوقف، وهكذا استمر نفس الحاله. اوكي، اوجد القيم واعوضها بالقانون واطلع القيم. هسه اجي قلنا بالنسبه للفينت تيبل الفورورد تيبل ديفرنس او الباكورد تيبل ديفرنس، قلنا اني اول خطوه بابدي الحل انه اعد هذا الجدول. اوكي، في حاله الفورورد راح يكون المثلث للاعلى، اذا كان الفورورد باكورد فحيكون المثلث بس مجرد الرمس راح يختلف، راح يكون للاسفل. قانون الفورورد يا قيم استعمل اول قيم موجوده، اول دايجونال اقدر اقول هذا كلها، تبدي بالواي نوت مثل ما اشوف اول قيمه واي زائدا هذا في الدلتا واي نوت فيرست اوردر. اوكي، زائدا السكند اوردر ايضا بياخذ اول قيمه من السكند اوردر، زائدا هذا في الثيرد اوردر ايضا اول قيمه من الثيرد اوردر، اول قيمه من الفورث اوردر اول قيمه، وهكذا استمر بالقانون. بالنسبه للباكورد لا، يعتمد اخر دايجونال النهائي، اذا يبدي بالواي ان اللي هنا نشكت قيمه مثلا عندي 6، فراح يبدي بالواي ان اخر شيء زائدا الفيرست اوردر، لكن اخر قيمه بالفيرست اوردر راح تبدي تنقص، راح تكون عندي 5. اوكي، زائدا هنا السكند اوردر اخر قيمه اللي هي هذه، واخر قيمه بالثيرد اوردر هذه، واخر قيمه بالفورث اوردر، وهكذا استمر الى النهايه بهذا الشكل. اوكي، فهذا الاختلاف بالفورورد راح اخذ هذا الدايجونال، بالباكورد راح اخذ هذا الدايجونال. اوكي، اذا اضافه الى الرمز تختلف، اضافه بالفورورد راح يكون يو عندي رمز اليو وقيمه اليو اطرح منها، وبالنسبه للباكورد حتكون الفي
هذا هو قانون، حتى أوجد قيمته وحتى أوجد المفكوك راح تتحول السالب إلى موجب. بس انتبه إلى هذه النقاط وأعوضها بالقانون الرئيسي اللي عندي بالنسبة للفورورد، وهذا بالنسبة للباكورد. أوجد قيم الواي اللي أريدها مقابل أي إكس، قيمة إكس هو معطيني إياها.